السلام عليكم مشاهدي موطن نيوز. حنا تنتواجدوا دابا في الشاطئ ديال بوزنيقه، واحد العمليه اللي قاموا بها العمال ديال شركه ريدال. انتما كتشوفوا هذا مكسر، والخطير هو ان هذا محل مسدود. كيفاش دخلوا ليه؟ يعني هاد العمال ولاو كينقزوا. شوف التكسير في الشوقع. إذن هذه فوضى، هذه ماشي خدمة. هاد الخدمة راكم عارفين شكون اللي كيديرها، لأن باش تهرس ممتلكات ديال الناس وتنقز واحد الملكية خاصة. انتوما كتشوفوا هذه ملكية خاصة، سادنا موالها غايبين كما كتشوفوا. انتوما كتشوفوا هذا راه قفل مسدودة من الداخل، يعني موالها ما كاينينش، ومع ذلك هاد العمال دخلوا وهرسوا هادي ونقزوا من هنا وقطعوا الخيوط. الخطير هو ان صاحب العداد هو هضر معهم شخصيا، وانه في عين المكان مستعد انه يخلص الواجبات ديالو، ومع ذلك ركبوا في السيارات ديالهم ومشاو في حالاتهم. ولحد الساعة الناس كيتصلوا من بعد ما خلصوا جميع الواجبات ديالهم، كيتصلوا بالوكالة ديال بوزنيقة وتا واحد ما كيرد. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.